عندما ذهبت لأسجل لألتحق بالجامعة كان هدفي أن أدرس أدب إنجليزي، لأن من خلال الترجمة تعلقت بالأدب الإنجليزي وبالذات بشكسبير، ودرست شكسبير. وأنا بالمناسبة كنت في الهاي سكول بآخر سنة بالثانوي، كنت أدرس طلاب الثانوي. من الأشياء اللي اشتغلتها كنت أدرس طلاب الثانوي في شكسبير، وأنا يمكن من الدارسين لشكسبير وتعلمت كثير من حكمه. المهم رحت الجامعة أسجل أدب إنجليزي، مسكرة دائرة الأدب. في صديق معي قال لي خلينا نسجل بزنس. قلت له أنا والله عندي اهتمامي بالأدب الإنجليزي. قال لي معلش بتغير بعدين إذا حبيت. رحت سجلت، رحت البيت صفنت، قلت أيهما أجدى لمستقبلي. عشان هيك دائما بقول يجب أن الواحد يكون عنده التخطيط البعيد، مش والله أنا شو بحب أعمل وما هو مناسب اليوم لتحقيق هدفي. هل كأدب إنجليزي أستطيع أكثر أن أتفوق أم إذا أخذت خط آخر؟ وصلت إلى قناعة إنه الأجدى أن أخذ شيء في حق الأعمال، وفعلا بقيت على هذا التوجه. وبالمناسبة يعني أنا أفخر بإني أول طالب انتخب ليكون على مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت كخريج. يعني المجلس الأمناء كان يضم شخصيات وناس أكثر مني علما طبعا، ولأول مرة قالوا ناخذ طالب وكنت أنا على هذا المجلس. الجامعة لي قصة فيها بعتز فيها يعني، وأظن يعني كثير من الناس بيعرفوها بس بحب أن أقولها. كانت المنحة الأقساط كاملة، وسكن مجاني في سكن الطلبة، وكتب مجانية، وعلاوة يومية مصروف، ووجبات الأكل. القسط ما بقدر أعمل فيه شيء، عفا الباقي كله ما في إلا الأكل اللي بقدر أتصرف فيه. فبما أنه في ثلاث وجبات في النهار، كنت كل وجبة وأنا بعد الغداء أو الإفطار أو العشاء أخذ معي إلى الغرفة ما يمكن أخذه، تفاحة، بردقانة، رغيف، أي شيء، وأجمعهم بغرفتي. يوم السبت بالليل بروح عند أهلي معي كيس في هذه الكمية من الفواكه على 7 أيام، يبقوا منتظرين كلهم قاعدين طلال جاي. نقعد حوالي هالفاكهة، ولا يمكن أن أصف سعادتي أنا مش هم عندما أرى قديش هم سعيدين، مش فقط لأنه أكلوا، لأنه طلال حرم نفسه مشان يطعمينا.